ولا الطقس، حيث تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية بتندوف بداية من اليوم على الساعة 6 مساء إلى غاية يوم غد 6 صباحا، ومن المتوقع أن تتعدى كمية الأمطار 25 مليمتر محليا. للمزيد من المستجدات حول الوضعية الجوية نربط المباشر بالزميلة أمينة الصحراوي. مساء الخير أمينة. مساءك اسعد عقيله ليك وكامله مشوفو في قناه النهار. ايضا عقيله، فقط كما ذكرتي كنا نسمعوا ليك منذ قليل النشريه خاصه من الديوان الوطني للارصاد الجويه حذرت فيها من تساقط امطار رعديه بولايه تندوف ابتداء من اليوم على 6 العشيه حتى الغدوه بالصباح على 6 تاع الصباح من يوم السبت. في ايضا ولايات اخرى معنيه بتساقط الامطار، عندنا شمال اضرار ايضا بالشار البيض ونعمه، كميه الامطار فيها راح تتعدى 30 ملم محليا، هذا ابتداء من اليوم على الساعة 9 ليلا إلى غاية منتصف يوم السبت بإذن الله. إن شاء الله حتكون أمطار خير. الأمطار تبقى دائما تخص المناطق الشمالية خاصة الوسطى والشرقية خلال ظهيرة يوم الغد، حيث أن الأمطار تكون أكثر غزارة على المناطق الوسطى والشرقية خاصة ليلة السبت ليلا إلى يوم الأحد، وين الأمطار حتكون غزيرة بالولايات الساحلية والقرب الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية. الولايات الجنوبية أيضا أي تعرف تساقط أمطار كذلك بشمال الصحراء وكذلك تلتحق الامطار بمنطقه الواحات خلال ظهيره يوم الغد، تحسن مؤقت مرتقب بمنطقه بشار وكذلك بأدرار خلال ظهيره يوم الغد، في حين حتكون دائما الاجواء غائمه مع امطار، راح يكون في ايضا تراجع في درجات الحراره. اليوم خارجين غدوة معكم المطريات ولبسوا مليح، تراجع ملحوظ في درجات الحراره القصوى على كامل المناطق الشماليه. ان شاء الله حتكون امطار خير اكيد عقيله، كيكون عندنا الجديده حنعاودوا لك في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. شكرا لك أمينة الصحراوي. نواصل مشاهدينا.